بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرهم وألب بين قلوبهم، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعية، في بقية محظورات الإحرام. قوله والسابع، وقلنا أن محظورات الإحرام عدها المصنف هنا 10 على سبيل الاختصار، وإن كانت هي أكثر من ذلك. ووقفنا على قوله والسابع: قتل الصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير، ويحرم أيضا صيده ووضع اليد عليه، والتعرض لجزئه وشعره وريشه. والثامن: عقد النكاح، فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو غيره بوكالة أو ولاية. والتاسع: الوطء من عاقل عالم بالتحريم، سواء جامع في حج أو عمرة، في قبل أو دبر، من ذكر أو أنثى، زوجة أو مملوكة أو أجنبية. والعاشر: المباشرة فيما دون الفرج، كلمس وقبلة بشهوة، أما بغير شهوة فلا يحرم. وفي جميع ذلك، أي المحرمات السابقة، الفدية، وسيأتي بيانها. والجماع المذكور نفسه تفسد به العمرة المفردة، أما التي في ضمن الحج في قران فهي تابعة له صحة وفسادا، وأما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الأول، بعد الوقوف أو قبله. أما بعد التحلل الأول فلا يفسد إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسده، ولا يخرج المحرم منه بالفساد، بل يجب عليه المضي في فاسده. وسقط في بعض النسخ قوله في فاسده، أي النسك من حج أو عمرة، بأن يأتي ببقية أعماله. ومن أي والحاج الذي فاته الوقوف بعرفة بعذر أو غيره تحلل حتما بعمل عمرة، فيأتي بطواف وسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وعليه، أي الذي فاته الوقوف القضاء فورا، فرضا كان نسكه أو نفلا. وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر، فإن أحصر شخص وكان له طريق غير الذي وقع الحصر فيها لزمه سلوكها، وإن علم الفوات فإن مات لم يقض عنه في الأصح، وعليه مع القضاء الهدي. ويوجد في بعض النسخ زيادة، وهي: ومن ترك ركنا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. نقف عند هذا الحد على أي حال، ولا يجبر ذلك الركن بدم، ومن ترك واجبا واجبات الحج لزمه الدم، وسيأتي بيان الدم. ومن ترك سنة من سنن الحج لم يلزمه بتركها شيء، وظهر من كلام المتن الفرق بين الركن والواجب والسنة. وهكذا يبقى انتهينا، ونبقى دي فصل بقى منفصل في أنواع الدماء الواجب. نحاول نخلص كلام الشيخ البيجوري فيما قرأناه. السابع، أي السابع من محرمات الإحرام العشرة، وقول
قوله قتل الصيد أي المصيد، فهو فاعل بمعنى أي مفعول، وقتل وقوله قتل الصيد أي المصيد. والقتل ليس قيدا بل مثله غيره من سائر التعرضات، كما أشار إليه الشارح بقوله ويحرم أيضا صيده إلى آخره، فيحرم مطلق التعرض له حتى تنفيره وإزعاجه من مكانه، وكذلك التعرض لشجر الحرم قطعا أو قلعا، ويحرم على الحلال أيضا التعرض لصيد الحرم البري الوحش المأكول أو ما في أصله ذلك. يعني إيه الكلام اللي فات ده؟ يحرم على المحرم أنه يصطاد صيد البر طول ما هو محرم، سواء هذا الصيد كان في الحرم أو في غير الحرم، طالما أحرم يبقى إيه؟ يجب عليه أن يتجنب صيد البر مطلقا. ومش معنى تجنب الصيد فقط بل التعرض له والمعاونة على صيده والإشارة إليه، كل هذا حتى تنفيره، إنه مجرد ينفره يعني يمسك حجر كده ويرميه عليه علشان يجري، حرام برضو عليه إنه يفعل ذلك طول ما هو محرم. طب وداخل الحرم سواء محرم أو حلال يحرم يفعل ذلك، يبقى داخل الحرم حدود الحرم المكاني يحرم صيده للمحرم وللحلال، إنما في خارج حدود الحرم لا يحرم صيد البر إلا للمحرم فقط. فهمت الفرق؟ ولازم يكون أصله يكون بري وحشي، حتى لو استأنس لا يجوز أن يصطاده، زي الوز البري صار مستأنسا لا يجوز ان هو يأكله ولا يصطاده حتى بعدما صار مستأنسا ومبقاش وحش، لانه اصله ايه؟ اصله يعني العبرة بالاصل، اصله بردي ايه؟ وحشي، بري وحشي مأكول بهذه الشروط، بري وحشي مأكول لازم ثلاث شروط. لكن لو كان بري وحشي غير مأكول يجوز التعرض له كذئب يصطاده علشان يقتله، لان الذئب مضر، او ده بري وحشي لكن غير مأكول يبقى يجوز التعرض له. واضح؟ لازم الثلاث شروط، بري وحشي مأكول. وحشي يعني غير مستأنف، كويس؟ ده معنى وحشي. وبري يعني لا يعيش في البحر، كويس؟ ومأكول يعني يجوز اكل لحم. لازم بالثلاث شروط دول عشان يحرم، انما لو فقد الشرط من الثلاثة يبقى ممكن التعرض له. يعني ما اسموش بقى بيصطاده طالما غير ما اكون، ما اسموش يصطاده ويقتله زي الذئب مثلا. لو ماكول بس مستأنس، لو ماكول مستأنس ومش هيحتاج يصطاده، ده محصور عنده زي الدجاج له ان ياكله، هو ده مش مستأنس، وحشي مش في الصحراء. انت تقدر تشاور له كده يجي زي البقر؟ بقى يعني يبقى وحشي، ارنب ده يعتبر وحشي طالما عايش في الصحراء. فبيقول هنا بقى ايه؟ وكذلك التعرض لشجر الحرم قطعا، وكمان شجر الحرم زي ايه؟ زي الصيد برضو حرام انه يقلعه سواء حلال او محرم. ويحرم على الحلال ايضا التعرض لصيد الحرم البري الوحشي المأكول. شايف ثلاث حاجات، بري وحشي مأكول، تملي كده بالثلاث شروط، بري وحشي مأكول. لكن لو كان في البحر له ان يصطاد هو حتى ايه؟ وحرم عليكم صيد الايه؟ صيد البر ما دمتم حرمه، واحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، وحرم عليكم ايه؟ صيد البر ما دمتم حرما. يبقى ربنا احل لنا بنص القران صيد البحر واحنا محرمين، يعني لو انت محرم ومريت على بحر لك ان تصطاد منه لا بأس. احل لكم صيد البحر وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، في سورة المائدة. ويحرم على الحلال ايضا التعرض لصيد الحرم البري الوحشي المأكول او ما في اصله ذلك. يعني حمار وحشي استأنسناه يبقى يحرم برضو اكله وصيده، لأن أصله وحش، العبرة بأصله، كويس؟ ولشجر الحرم إذا كان الحلال في الحرم بالإجماع برضه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعبد شجره ولا ينفر صيده، وغير التنفير أولى. إذا كان مجرد تنفير صيده حرام يبقى من باب أولى التعرض للصيد من حيث إزائه أو قطع عضو من أعضائه أو قتله أو شيء من هذا. وقيس بمكة باقي الحرم، قول البر المأكول ذكر قيدين وترك ثالثا وهو الوحشي، فلابد أن يكون بريا وحشيا مأكولا، ثلاث حاجات. وإن تأنس كالأوز فإنه وحشي بحسب الأصل، لكن تأنس وخرج بالبر وهو ما يعيش في البر، وإن كان يعيش في البحر أيضا البحري، يبقى خرج بقوله بري ما يعيش إيه ما يعيش في البر، وإن كان يعيش في البحر أيضا وخرج بالبر وهو ما يعيش في البر. وهو ما يعيش في البر وإن كان يعيش في البحر أيضا، لأن في حاجات برمائية برمائيات. خرج كلمة البري البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر فيحل صيده، وإن كان البحر في الحرم على المعتمد. ما فيش بحر في الحرم، لكن بيقولك وإن كان البحر في الحرم برضو افتراضا يبقى برضو لا يعني ايه يعني يجوز اكل صيدي حتى لو البحر، طالما بيعيش في البحر. لكن لو بيعيش في البحر والبر يعني ايه اختلط الحلال بالحرام، غلب الحرام القعر، يبقى يحرم ايه اكله، لان القعر اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام احتياط. يعني هو بيعيش في البحر وبالبر، افرض في حيوان من هذا النوع ما نعرفوش الوقت لكن ظهر حيوان من هذا النوع يعيش في البحر والبر سواء، يبقى يغلب حرم التحريم عليه، واخد بالك، من باب الاحتياط. والبطريق اصلا حرام اكله. وان كان البحر في الحرم على المعتمد وبالمأكول، يبقى اول حاجة لما قال بري خرج البحر، ولما قال مأكول خرج غيره كالذئب، وبالوحشي خرج الانسي كالنعم والدجاج. وان توحش يعني الدجاج اصله انسي، لكن لو توحش يرجع لاصله ممكن تصطاده وتاكله، لانه العبرة بالاصل. قوله او ما في اصله مأكول اي بري وحشي، فيحرم ايضا المتولد بين المأكول البري الوحشي وغيره كالمتولد بين حمار. افرض تولد بين مأكول بري وحشي وايه وبين غير مأكول، المتولد بين المأكول البري الوحشي وغيره كالمتولد بين حمار وحشي وحمار اهل. حمار وحشي حلال اكله، الحمار الوحشي حلال اكله والحمار البري حرام اكله. فافرض حمار وحشي ايه تزوج مع حمارة أتان أتان بري فأنجب، طلع منهم حمار، يبقى لا يحرم برضو أكله، لأن احنا قلنا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، مش كده برضو؟ بخلاف المتولد بين غير المأكول الوحشي والمأكول الإنسي. طب لو غير مأكول وحشي زي أسد مثلا مع مأكول إنسي، اسد نزع على عنزة، افتراضات، العنزة يجوز اكلها والاسد لا يجوز اكله، والاسد وحشي لكن غير مأكول، والعنزة برية مستأنسة مأكولة، فتولد منهم حاجة يبقى يجوز صيدها واكله، واخد بالك ازاي، لان دي هتبقى غير مأكولة يبقى يجوز صيدها، واخد بالك، وقتلها وانت محرم، واخد بالك، لانها بقت غير مأكولة. بخلاف المتولد بين غير المأكول، يبقى احنا قلنا البري وحشي فيحرم المتولد بين المأكول البري الوحشي وغيره، يبقى الاولاني اللي هو حمار وحشي مع حمار انسي تولد منهم يحرم صيده ويحرم اكله برضه، يحرم صيده لانه يحرم صيد الحمار ويحرم اكله لاختلاطه مع ايه مع المحرم، يبقى هيبقى في حاجتين. انما ما يبقى متولد بين غير مأكول وحشي يعني يجوز صيده
فهمتني ازاي؟ ومأكل انس يجوز ايه؟ اكله وانت محرم. يبقى في الحالة دي يبقى يجوز انك انت تقتله وانت محرم. فهمت الفرق؟ بين ذئب وشاة والمتولد بين غير مأكولين احدهما وحشي والاخر انسي، كالمتولد بين ذئب وحمار اهلي، والمتولد بين اهليين احدهما مأكول والاخر غير مأكول كالبغل. ما هو البغل ده بين حصان وحمار يطلع بغل، والحصان يجوز اكله والحمار الاهلي لا يجوز اكله، يبقى البغل لا يجوز اكله، واخد بالك؟ فلا يحرم التعرض لشيء منها. كل دول لا يحرم التعرض لشيء منها، الأمثلة دي كلها، ما عدا النوع الأول بس، الاحتمال الأول اللي هو بين مأكول، بين مأكول بري وحشي وبين إيه؟ غير مأكول، وبين إنسي. إنسي سواء مأكول أو غير مأكول. هو دي الصورة بس الوحيدة اللي يحرم، والباقي كل الصور التانية يجوز إيه؟ قتله. ويجوز التعرض له. قول من وحش أي كبقر الوحش وحماره، وقول وطير أي كالدجاج الرومي والأوز. قول ويحرم أيضا أي كما يحرم قتله، وأشار الشارح بذلك إلى أن القتل ليس بقيد، وقول صيده وكذلك الإعانة عليه كدفع آلة صيده لصائده والدلالة على موضعه، وقول وضع اليد عليه أي بحيث يكون في تصرفه ولو بشراء أو هبة أو إيجار أو إعارة، يعني برضو يجوز يحرم وضع اليد عليه. يعني ما ينفعش مثلا ايه يرمي شبكة والشبكة تكعبله لحد ما يروح يعمل العمرة بتاعته ويحل ويبقى يرجع ياخده، يبقى كده حجزه، ما ينفعش كده، كأنه وضع يده عليه لا يحرم برضو. زي ما عملت بني اسرائيل يوم السبت، رمت الشباك من الجمعة وتجمعها يوم الحد وطول السبت قاعدين يصطادوا، لكن هم ما اصطادوش او رموها يوم الجمعه، ما ينفعش لان ده تلاعب. ووضع اليد عليه اي بحيث يكون في تصرفه ولو بشراء او هبه او اجاره او اعاره، فيجب على مالكه ارساله اذا احرم لزوال ملكه عنه بالاحرام. يعني افرض ان انا قبل ما احرم اصطدت حمار وحشي وربط وبعدين احرمت، يبقى في الحاله دي اروح سايبه اسرعه، لا يجوز ان انا ابيعه ولا يجوز ان انا اهبه ولا يجوز، لان احرمت خلاص، يبقى في الحاله دي راح افكه بقى واطلقه. واضح؟ لا. لزوال ملكه عنه بالاحرام، ولا يعود له بالتحلل من النسك الا بتملك جديد، يعني صيد جديد. ومن اخذه بعد ارساله ملكه. انا رحت ايه؟ فكيت اللي كنت صايده لاني احرمت، فجاء واحد ملكه، جيت انا عملت عمرتي ورجعت لقيته عنده، اقول له الدهوني بتاعي، ما ينفعش لانه هو خلاص ملكه تملكه. واضح؟ وقول والتعرض لجزئه اي كيده ورجله، وقول وشعره وريشه ووبره وبيضه وفرخه. قوله والثامن اي من المحرمات العشرة، استداء من المحرمات العشرة عقد النكاح، قوله عقد النكاح أي إيجابا أو قبولا، يبقى ما ينفعش يعقد نكاح على نفسه أو يعقد النكاح لغيره، كويس، سواء بولاية أو وكالة، طالما محرم. ولو عمل عقد فاسد واخد ولاية معقد ويبقى عمل محرم. وقول عقد النكاح أي إيجابا أو قبولا، إيجابا يعني إيه؟ يعني هو الذي يقول صيغة الإيجاب زوجتك، والقبول تاني يقول قبلت، أو يقول زوجني دي اسمها إيجاب، تاني يقول له قبلت زوجتك دي اسمها الإيجاب. ها؟ لا يقول الإيجاب ولا يقول القبول، يعني لا يبقى زوج عن نفسه ولا وكيل عن غيره يزوج غيره ولا ولي عن امرأة يزوج. واضح؟ لخبر لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لنفسه ولا ينكح غيره. وخرج به الرجعة. طب افرض واحد طلق مراته طلقة رجعية واحرم له ان يردها وهو محرم،
ليه؟ لان ده استدامة نكاح مش ابتداء نكاح، ده استدامة نكاح، يبقى طلقها وهي في الرجعة واحرم له ان يعد. واضح؟ وخرج به لما بيقول عقد النكاح اللي يحرم، كلمة عقد النكاح دي خرج الرجعة، لان الرجعة ما تعتبرش عقد، فلا تحرم على الصحيح لانها استدامة نكاح. وليه طلق؟ يطلق مب وهو محرم، واخد بالك؟ فلا تحرم على الصحيح لانها استدامة نكاح. والشهادة عليه برضو يجوز انه يشهد، لكن ايه؟ لكن ما يبقاش هو موجب او قابل. واضح؟ وزفاف المحرمة للحلال وعكسه، والمحرم للايه؟ والمحرم للحلال. وقوله كل ده يعني يجوز، خرج بكلمة عقد النكاح الصور دي. وقوله فيحرم على المحرم ان يعقد النكاح، اي ولا يصح ايضا. وقوله بوكالة او ولاية، راجع لقولي او غيره، فاذا كان المحرم وكيلا عن الزوج او وليا له فلا يصح عقده النكاح له ولو كان الزوج حلالا. قوله التاسع اي من المحرمات العشرة. وقوله الوطء اي لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، اي فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج، فهو خبر بمعنى النهي، والرفث مفسر بالوطء. ويحرم على الحلال من الزوجين تمكين المحرم من الوطء لانه اعانة على معصية، يعني له ان ايه؟ ان يزف المحرم الى حلال، بس مش معناه انه يطأها بس، لكن يبقى تمت الدخلة، لكن ما يطأهاش لحد ما يحل، فمش معنى الزفاف معناه لازم الوطء، لانه اعانة على معصية. وقوله من عاقل عالم بالتحريم، يبقى يحرم ايه؟ الوطء من عاقل عالم بالتحريم، بخلاف ما اذا كان من المجنون او الجاهل بالتحريم. وقوله سواء جامع في حج او عمرة، هو الجماع ده يحرم سواء كان احرام لحج او لعمرة، اي او فيهما لو كان قارن، او في الاحرام المطلق اللي هو احرم مطلقا ما حددش حج ولا عمرة. وقوله في قبل او دبر، اي متصل او منفصل ولو بحائل، يبقى اي جماع، اي صورة متخيلة او غير متخيلة، طالما جماع يبقى يحرم. واضح؟ حتى ولو كان حرام في اصله، يبقى حرمة مركبة، واخد بالك؟ حرام فوق حرام، كان مثلا يجامع اجنبية فهذا زنا، واخد بالك؟ فلو فعل وهو محرم يبقى زنا، وكمان حرام انه كمان محرم، يبقى حرامين فوق بعض. فهمتني ازاي؟ حرام مركب يعني. وقوله من ذكر او انثى، زوجة او مملوكة او اجنبية او منها او مثلها البهيمة، كل دي صور، حتى المحرم يبقى محرم فوق محرم. قوله والعاشر اي من المحرمات العشر المباشرة، والمباشرة المقصود بها بشرة على البشرة، دي معنى المباشرة يعني بغير حائل يعني. ومثلها الاستمناء بعضوه كيده فيحرم، لكن لا تجب الفدية الا ان انزل. والنظر بشهوة فيحرم لكن لا تجب الفدية وان انزل، يعني لو نظر بشهوة وانزل لا تجب الفدية، كويس؟ لكن يحرم النظر بشهوة، لكن لا تجب فيه الفدية. لكن لو ايه؟ لو إيه؟ باشر فانزل بغير جماع ولو بعضوه يعني يده، يبقى تجب الفدية ويحرم برضه. واضح؟ طب ليه لا نوجب الفدية في النظر بشهوة؟ لانه نادر ان انسان بالنظر بشهوة ينزل، والنادر لا حكم له، انما تملي الانزال ياتي بالمباشرة، والمباشرة دي حكم عام. فهمتني ازاي؟ بس. وكذا اللمس بشهوة مع الحائل، طب ولو لمس بشهوة مع حائل يبقى مفيش مباشرة لكن في شهوة. كذلك لو لمس بشهوة مع الحائل، واخد بالك، يحرم ولا فدية عليه وإن أنزل. شفت قد إيه؟ والحاصل أن المباشرة بشهوة حرام وتجد فيها الفدية، وإن لم ينزل والاستمناء حرام ولا تجد فيه الفدية إلا إن أنزل، والنظر بشهوة واللمس بشهوة مع الحائل كل منهما حرام
ولا تجد فيه الفدية وإن أنزل. سهلة. ولو جمع بعد المباشرة أو الاستمناء دخلت فديتهما، يعني عمل حاجة مركبة من فديتين، فدية مغلظة وفدية مخففة. تعرف ان الجماع فيها جمل، يذبح جمل، فهمتني ازاي؟ لكن التانية المباشرة فيها خروف. طب افرض انه هباشر ثم جامع، يبقى دخل الجمل، دخل الخروف في الجمل، يبقى عليه جمل بس مش جمل وخروف، فهم؟ يبقى عليه الحاجة الاكبر، الاصغر يضمحل في الاكبر، فهم؟ ولو جامع بعد المباشرة او الاستمناء، يعني حيث وجبت عليه فدية صغرى، يسموها الفدية الصغرى، دخلت فديتهما في فدية الجماع وان لم يكن الجماع ناشئا عن ذلك، وان طال الزمن بينهما لانه دخل القوي على الضعيف فيضمحل معه. قول: وفي جميع ذلك، اي في كل واحد من جميع المذكورات من المحرمات، فتعبيره بذلك لتأويل المحرمات بالمذكور. وفي بعض النسخ تلك بدل ذلك، تلك يعني، وهو اولى وانسب بتفسير الشارح. وقوله الفدية مبتدا مؤخر، وقوله وفي جميع ذلك خبر مقدم، يعني كان وفي جميع ذلك الفدية، اي الفدية تجب في جميع ذلك، يبقى الفدية هنا خبر مبتدا يعني، وفي جميع ذلك خبر مقدم. وقوله وسيأتي بيانها، اي الفدية في الفصل الذي بعد هذا الفصل اللي هو في الدماء الواجبة في الحج، هيعمل له فصل مخصوص. قوله والجماع المذكور، كان الاولى تأخير هذه العبارة بعد قوله ولا يفسده الا الوطء في الفرد، وقوله تفسد به العمرة المفردة، اي عن الحج، فمتى وقع قبل الفراغ من اعمالها فسدت. وقوله اما التي في ضمن الحج، مقابل لقوله المفردة، يعني افرض ان واحد قارن عمرته داخله في الحج، فطاف طواف القدوم وقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، وراح وقف في عرفات، وراح رمى جمرة العقبة الكبرى، وراح حلق ودبح، يبقى حل الحل الأصغر ثم جامع، لم يفسد حجه. واخد بالك ازاي؟ لم يفسد حجه، لكن عليه جمل لأنه تحلل تحلل الأصغر. طب افرض ان هو وطأ، واخد بالك، قبل الوقوف بعرفة، فسدت العمرة مع الحج بتاعه. ما نقولش مع، ما هو طواف، طواف القدوم وسعى، يبقى العمرة كده خلصت ونفد بيها، لا، لان هي تبع للحج، فهمتني ازاي؟ اه، فاذا فسد حجه تفسد عمرته حتى لو عمل اعمالها، فهمتني ازاي؟ واخد بالك من الحتة دي. واما التي في ضمن حج، مقابل لقوله المفردة. وقوله في قران، اي بسبب قران، وهو ان يحرم بهما معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج قبل الشروع في اعمالها كما مر. وقوله فيتبع له صحة وفسادا، فصورة تبعيتها له في الصحة، هيدلك صور بقى ازاي تتبعه في الصحة، ان يطأ بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وطواف الافاضة والسعي وقبل الحلق مثلا. احنا عندنا لو وطأ في العمرة قبل ان يحلق فسدت عمرته، لكن انا وطع قبل ان يحلق، لكن بعد ما كان واقف وتفطه في الافاضة ورمى رمية جمرة العقب، يبقى يعني صح حجه، مش كده برضو؟ وعمرته كمان تصح تبعا للحج برغم انه لسه ما حلقش. فهمت بقى ازاي؟ ادي الصورة، ان تصح العمرة بالرغم لم تكتمل بالحلق، لان هنا مندرجة داخل الايه؟ داخل الحج، فإذا صح الحج صحة الحج العمرة معه. فهمت الصورة دي؟ وقبل الحلق مثلا، فيصح حجه لوقوع الوطء بعد التحلل الأول، وتصح العمرة أيضا تبعا له، ولو انفردت لفسدت لوقوع الوطء قبل الفراغ من أعمالها لبقاء الحلق الذي هو من أركانها. فهمت الصورة؟ طيب، وصورة تبعيتها له في الفساد، أن يطأ بعد طواف القدوم والسعي والحلق وقبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة يوم النحر، فيفسد حجه لوقوع الوطء قبل التحلل الأول. يعني هو شوف الصورة الثانية، وطأ بعد طواف القدوم وبعد السعي والحلق،
واخد بالك، وقبل طواف الافاضه ورمي جمره العقبه يوم النحر، في الحاله دي يفسد حجه لوقوع الوطء قبل التحلل الاول، وتفسد العمره ايضا تبعا له، ولو انفردت لم تفسد لوقوع الوطء بعد الفراغ من اعمالها، لانه كان سعى طاف طواف القدوم وسعى السعي الاول وبعدين حلق، بس ما كانش لسه طاف طواف الافاضه. فهمت؟ ما كانش لسه طاف طواف الافاضه. يعني اللي خلى الاولى صحيحه والثانيه فاسده ان دي كانت بعد التحلل لكن دي قبل التحلل الاول. ايوه. وفي الصوره اللي هنا حلق، يعني كانه خلص العمره، طاف وسعى وحلق، ما هي دي العمره. ايوه. وبالرغم من كده لانه فسد حجه تفسد عمرته. لانها تابعه لي. وهذا لا يدل على ان طواف العمره يندرج عند القران في طواف القدوم لا في طواف الافاضه، مع ان ظاهر كلامهم العكس، وبه جزم البلقيني لانه على تقدير انفراد العمره لا يطلب منه طواف قدوم، فمتى اتى بهذه الاعمال على هذا التقدير ثم وطئ سبق عليه ان الوطء بعد الفراغ من اعمالها، لان الطواف الواقع منه على تقدير الانفراد طواف عمره، وان كان في سوره القران كما هو الفرض طواف قدوم. وبهذا التحقيق يندفع ما قاله المحشي عن ابن النقيب من قوله وهذا يدل على ان طواف العمره يندرج في طواف القدوم لا في طواف الافاضه الى اخره. يعني هم بيتناقشوا الفقهاء، هل طواف القدوم ده بيبقى يقوم محل طواف العمره، ولا طواف الافاضه هو اللي بيقوم محل طواف الحج وطواف العمره في ان واحد؟ فهمتني ازاي؟ ففي هناك من ناقش وقال ان ده بيتم، لكن هنا زي ما قال المحشي قال لك لا، ما هو هنا لو فسدت لو طاف طواف لو جامع قبل طواف الافاضه وبعد الحلق فسد حجه وفسدت عمرته بالرغم ان هو طاف طواف القدوم، فدل على ان طواف الافاضه هو اللي بيدخل معاه طواف العمره. فهمت ازاي؟ ادي المساله. قول واما الجماع الى اخره لا يخفى ما في هذه العباره من التهافت، لأن الكلام السابق في الجماع فكيف تصح المقابلة بقول وأما الجماع إلى آخره، إلا أن يقال محط المقابلة في قوله فيفسد الحج إلى آخره، وكان الأظهر في المقابلة أن يقول وأما الحج فيفسده الجماع إلى آخره، لأن الكلام السابق في حكم العمرة وهذا في حكم الحج، وقول فيفسد الحج قبل التحلل الأول أي بأن كان قبل فعل اثنين من الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة المتبوع بالسعي، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وإزالة الشعر بحلق أو غيره، فإنه بفعل اثنين من هذه الثلاثة يحصل التحلل الأول. يعني احنا عندنا ثلاث حاجات، لو عمل اثنين منهم يحصل التحلل الأول اللي هو يحل له كل شيء إلا الجماع، ده اسمه التحلل الأول. ايه هما الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة، طواف الإفاضة والحلق، ثلاث حاجات. يعمل اثنين منهم يبقى حل تحلل الأول، لو عمل الثلاثة يبقى حل كامل. واضح؟ فإنه بفعل اثنين من هذه الثلاثة يحصل التحلل الأول، لأنه يحل له حينئذ ما عدا ما يتعلق بالنساء كلبس المخيط وستر الرأس من الرجل والوجه من المرأة والحلق والقلم والطيب والصيد، وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات، لكن يجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج كرمي الجمار الثلاث والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة، مع أنه خرج من الإحرام، كما أن المصلي يطلب منه الإتيان بالتسليمة الثانية مع أنه خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى. وإن كان المطلوب هنا واجبا اللي هو المبيت في منى ورمي الجمرات، وهناك اللي هو في الصلاة اللي هو التسليمة الثانية مندوبا، ويدخل وقت الثلاثة اللي هي ايه؟ الثلاثة اللي هو رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق، هذه الثلاثة، ويدخل وقت الثلاثة بنصف ليلة العيد بعد الوقوف، يعني أول ما يخلص الوقوف في عرفة يوم عرفة وتنتصف الليلة اللي هي صبيحتها بقى العيد، يبقى ده يدخل وقت ايه؟ عمل الثلاثة. واضح؟ ويخرج وقت الرمي بفراغ أيام التشريق، ولا آخر لوقت الأخيرين اللي هو طواف الإفاضة والحلق، ما لهمش آخر. يعني ممكن واحد يخلص أيام التشريق والرمي وبتاع ويجي يرجع بلده وهو محرم، لأنه لسه ما طافش وما حلقش شعر، ويقع
يقعد كده شهرين ثلاثة وبعدين يروح له يطوف ويحلق ويجي، ما لهمش وقت، بس هيفضل محظورات الإحرام فيها، متلبس بمحظورات الإحرام، فاهم؟ لكن أيام التشريق الرمي متعلق بأيام التشريق، فاتت أيام التشريق يبقى يجب في حقه دم، ما ينفعش بقى يروح يرميها في أي وقت. هيروح منها مش هيلاقي حد كمان. كل الناس مشيت. ويخرج وقت الرمي بفراغ أيام التشريق والآخرة لوقت الأخيرين اللي هما طواف الإفاضة والحلق. فللحج تحللان، وأما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد، وهو يحصل بالفراغ من أعمالها كلها. العمرة تحللها واحد، تحرم تطوف تسعى تحلق خلاص، أدي العمرة تحلل واحد، مش كده برضو؟ لكن الحج علشان مدته طويلة فليه تحللان تيسيرا على العباد، وهو يحصل بالفراغ من أعمالها كلها. والحكمة في ذلك أن الحج يطول زمنه وتكسر أعماله، فجعل له تحللان ليحل بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت آخر، بخلاف العمرة. نعم عمرة الفوات التي يتحلل بها من فاته الوقوف لها تحللان. خد بالك، عمرة الفوات يعني أنا فاتني الحج، فاتني الوقوف بعرفة وأنا كنت محرم بالحج، أعمل إيه؟ أحل إزاي؟ أعمل عمرة اسمها عمرة الفوات. يبقى دي العمرة دي اسمها عمرة إيه؟ الفوات. يعني أنا كنت رايح محرم وناوي الحج ورحت علشان أقف في عرفات منعوني في المطار عشان أوراقي مش مظبوطة، أي سبب، اتعطلت السيارة، تهت في الطريق لحد ما انقضى وقت الوقوف وطلع فجر يوم النحر وأنا لسه ما وصلتش. يبقى أنا كده عليا أعمل إيه وأنا محرم؟ أعمل إيه؟ أعمل عمرة، أروح طايف وأسعى وأحلق، خلاص مع عمرة إيه؟ الفوات. التي يتحلل بها من فاته الوقوف لها تحللان، فالأول يحصل بالطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى أو بإزالة الشعر بحلق أو غيره، والثاني يحصل بالآخر. فقولهم العمرة لها لا، فقولهم العمرة لا تحلل واحد في غير عمرة الفوات. وقول بعد الوقوف أي لأنه وطئ وطء صادف إحراما صحيح لم يحصل منه التحلل الأول، لأنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل منه التحلل الأول فيفسد، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة لو إيه؟ لو وطئ بعد الوقوف وقبل التحلل الأول عليه جمل ولا يفسد حجه، وعليه جمل كويس يذبح جمل ولا يفسد حجه، والباقيين يفسد حجه وعليه جمل برضه، واخد بالك؟ تحللين بس، تشبه الحج، لانه اصل عمرة الفوات دي ممكن يكون ايه، هو طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج الاول وبعدين حاول يروح يقف فاته الوقوف، يرجع بقى يعمل ايه؟ يرجع يطوف تاني، واخد بالك ازاي؟ ويسعى تاني ويطوف بس، ويعتبر ممكن يطوف بس على اساس السعي تقدم، واخد بالك؟ ويبقى كده في تحلل اول، وبعدين اما يحلق يبقى التحلل التاني، واضح؟ وهو كان محرم يبقى هيطوف بقى، طالما يبقى لها تحلل واحد، هيطوف ويسعى، قال عملها عمره من بابها. وقول بعد الوقوف أي لأنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل منه التحلل الأول فيفسد، خلافا لأبي حنيفة. لا يعني يبقى عليه إعادة يعني عليه الحج إن كان حجة إسلام، لكن لا يجب عليه لأنه غير مقصر، بخلاف اللي جامع ده يعني نعنفه لأنه ما يصحش، نقول له عليك الحج من قبل وتستمر في فسادك، كويس؟ وقوله أو قبله أي قبل الوقوف فيفسد حينئذ بإجماع. لو جمع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالإجماع،
وعليه بقى جمل كويس بدنه يعني بعد الوقوف. لو بعد الوقوف صح وعليه بدنه عند الاحناف وفسد وعليه بدنه عند الباقي فهمت. وقوله اما بعد التحلل الاول فلا يفسد اي وان كان حراما. بعد التحلل الاول لو جامع حرام وعليه بدنه لكن لا يفسد حجه. واضح؟ لانه لا يحل قبل التحلل الثاني ما يتعلق بالنساء كما مر. قوله الا عقد النكاح اي فانه لا فديه فيه. وعلل ذلك بقوله فانه لا ينعقد اي فوجوده كالعدم. ولا يفسده الا الوطء اي لا يفسد النسك شيء من المحرمات المذكوره. يعني افرض عمل اي المحرمات السابقه دي كلها لا يفسد النسك. لبس، حلق شعره، قص ظوافره، واستعمل طيب، كل دي محرمات. قتل الصيد، كل لا يفسد حجه لكن عليه فديه. الا الوطء هو ده اللي يفسد الحج. فهمت ازاي؟ وعليه الفدية برضه. ولا يفسده إلا الوطء أي لا يفسد النسك شيء من المحرمات المذكورة إلا الوطء ولو بغير إنزال من مميز عامد عالم مختار بالشروط دي. يبقى مميز عالم مختار إذا وقع في العمرة قبل الفراغ من أعمالها وفي الحج قبل التحلل الأول وهو الذي أراده المحشي بشرطه السابق فلا يفسده الوطء من غير مميز من صبي أو مجنون وكذا من الناس والجاهل والمكره. وشمل ذلك ما لو كان الواطئ رقيقا او صبيا مميزا فيفسد نسكهما وعليهما القضاء وان كان نفلا. ويقع القضاء نفلا ولو بعد العتق والبلوغ. افرض صبي مميز جامع مع علمه بايه؟ بالتحريم ومع كمال الاختيار، يبقى ايه؟ فسد حج وعليه القضاء. طب وقت القضاء كان بلغ، فهل تنعقد له حجة اسلام ولا تنعقد حجة قضاء؟ فهمتني ازاي؟ لانه عليه حجة الاسلام، يبقى عليه القضاء وينعقد نفلا ويبقى عليه حجة اسلام. او تبقى ايه؟ نعتبرها له حجة اسلام ويبقى عليه القضاء تاني بعد كده. فهمت؟ هيبقى فيها وجهات نظر بين الفقهاء بقى. ويقع القضاء نفلا ولو بعد العتق والبلوغ، لكن يقدم حينئذ حجة الاسلام عند الشافعية. ويقول لك ايه في الحالة دي بقى؟ يقدم حجة الإسلام الأول لكن عليه لسه القضاء اللي كان هيعمله، بيعمله نفل بس بعد ما يحج حجة الإسلام. كأن كان عبدا فواطق فصار عليه حجة إسلام، أو كان صبيا فبلغ. فلكن يقدم حينئذ حجة الإسلام على حجة القضاء حتى لو نوى القضاء أولا وقع عن حجة الإسلام وتبقى حجة القضاء عليه ولو أحرم مجامعا. لم ينعقد إحرامه أصلا، يعني في أثناء الجماع نوى الإحرام. صورة من الصور، واخد بالك ازاي؟ لا ينعقد احرامه اصلا على الاصح. اصل لو قلنا انعقد ويبقى فعل حرام يبقى عليه فدية. فهمتني ازاي؟ لكن احنا نقول له لا ده لم ينعقد اصلا، انت مش محرم، ده تلاعب. واضح؟ لا ينعقد احرامه اصلا. خلافا لمن قال ينعقد فاسدا وعلى الاصح فليس لنا صورة ينعقد فيها فاسدا إلا فيما لو أحرم بالعمرة وأفسدها بالوطء ثم أدخل عليها الحج فإنه ينعقد فيها فاسدا. قال في الجواهر وإذا سئلت عن إحرام ينعقد فاسدا فهذه صورته ولا أعلم لها أخرى. كويس. قوله بخلاف، يبقى اللي بينعقد فاسد ده إيه؟ لو أحرم بالعمرة وأفسدها بالوطء ثم أدخل عليها الحج فإنه ينعقد فيها فاسدا. دي الصورة اللي هي عندنا في الشافعية. قوله بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسده، وكذا بقية المحرمات غير الوطء فلا يفسد شيء منها. يعني افرض باشر زوجته في غير بغير وطء وأنزل، يبقى لا يبطل حجه لكن فعل محرم، فعل محرم عليه الفدية لكن حجه صحيح طالما مش وطء. فهمت؟ وإنما اقتصر الشارح على المباشرة لأنه قد يتوهم أنها مثل الوطء، ولا يخرج المحرم منه بالفساد. فسد حجه يخرج بقى يروح؟ لا، العبادة الوحيدة اللي يستمر في فساده فيها هي الحج. نقول له لا كده فسد حجك. طب يقول لك اروح؟ لا، اقعد ارمي الجمرات وبات في منى واعمل كل حاجة.
وهو فاسد او هو فاسد وعليك جمل وعليك جمل وتيجي السنة الجاية تحج تاني. يبقى عبادة قوية، الحج ده عبادة قوية. الصلاة اول ما تفسد بتسيبها وتمشي، الصيام اول ما يفسد خلاص بتفطر وتاكل ويبقى عليك القضاء، الا الحج يفسد وتستمر فيه برضه. فهم؟ ولا يخرج المحرم منه بالفساد، اي لان الاحرام شديد التعلق فلا يتأثر بالفساد بخلاف غيره من العبادات كالصلاة والصوم والضمير في منه للنسك، كما يعلم من كما يعلم من كلام الشارح. وخرج بالفساد البطلان، فانه فاذا ارتد، احنا عندنا الشافعية يميزوا بين الفاسد والباطل في باب الحج بس، والحنفية عندهم ايه مطلقا، عندهم الفرق بين الفاسد والباطل. الاحناف عندهم الفاء الباطل هو ما لم يشرع باصله ولا بوصفه، اسمه باطل، ما لم يشرع اصله لا باصله ولا بوصفه، كعقد الربا ده باطل لانه لم يشرع باصله ولا بوصفه. والفاسد ما شرع باصله لا بوصفه، كعقد بيع ولكن تم بين غير اهل للبيع، فعقد البيع اصلا مشروع لكن اللي باع باع طفل، واخد بالك ازاي؟ طفل صغير غير كامل الأهلية راح بايع العمارة بتاعته بعشرة جنيه. طب ده ينفع؟ هو طفل صغير ما يعرفش ان العمارة دي بعشرة مليون، هو باع بعشرة جنيه، عيل صغير هو يملكها لكنه طفل صغير، واخد بالك؟ عقد البيع مشروع ولا منشوع؟ مشروع بأصل لكن مش بوصفه، ما يبقاش بين طفل صغير مع واحد تاني، فهمتني ازاي؟ لانه غير اهل للبيع، يبقى في الحالة دي يبقى سموه عقد فاسد، انما لما يبقى ايه لم يشرع باصله ولا بوصفه سموه عقد باطل، فهمتني ازاي؟ شديد التعلق يعني ما تعرفش تتخلص منه الا بطريقة معينة، ليه بروتوكولات معينة للخروج منه، ليه واخد بقى ده معنى شديد التعلق، يعني مجرد احرمت ما تعرفش تخرج من الاحرام الا بطريقة معينة، يا اما تكمل النسك يا اما تستمر في فسادك يا اما لو احصرت تذبح، انما ما ينفعش تلبس الهومه كده وتقول خلاص يفتح الله، ما ينفعش. يستمر في فسادك يعني يعني وطأ مثلا جامع امرأة او زوجته بعد الوقوف قبل الوقوف فسد حجه، يروح ما يروحش، يفضل قاعد ويبيت في منى ويصلي المغرب والعشاء جمع تقديم ويرمي جمرة العقبة الصبح ويروح يكمل الحج كأنه ما حصلش حاجة، هل يستمر في الفساد؟ هو عارف انه ايه؟ انه فاسد، واضح؟ هذه معناه يستمر في الفساد. يبقى وخرج بالفساد البطلان، فهمنا الفرق بين الفاسد والباطل. فإذا ارتد والعياذ بالله تعالى بطل، لأنه ايه؟ لم يشرع الحج إلا لمسلم، مش كده برضه؟ فيرتد هنا بقى كاف، يبقى خلاص بطل حجه مش فسد، يبقى بطل حجه، يبقى ساعتها في الحال يقلع هدومه ويلبس هدومه خلاص، مش هيستمر فساده وهو كافر، فهمتني ازاي؟ يبقى ده ما يستمرش. فإذا ارتد والعياذ بالله تعالى بطل نسكه وخرج منه بالبطلان فلا يجب عليه المضي فيه. وقول بل يجب عليه المضي في فاسده أي لإطلاق قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد. وقول وسقط في بعض النسخ قول في فاسده أي النسك، فالضمير رجع للنسك كما تقدم. وقول بأن يأتي ببقية أعماله أي النسك الفاسد، فالضمير لفاسده. وفي بعض النسخ بأن يأتي بأعمالهما بضمير التثنية الراجع للحج والعمرة. وعلى كل فهو تصوير للمضي في فاسده، ومع ذلك فعليه الإعادة فورا وإن كان نفلا، وإن كان الحج ده نفل يبقى وجب عليه الإعادة كما مر، لأن النفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا أي واجب الإتمام كالفرض، ويتأدى بالإعادة ما كان يتأدى بالأول لولا الفساد، ويلزمه أن يحرم في الإعادة مما احرم منه في الاول من الميقات او قبله. لما يجي يعيد بقى، احنا قلنا هيستمر في فساده وعليه الاعاده، لما يجي يعيد يحرم من نفس المكان اللي احرم فيه في الحج الاولاني، فهمتني ازاي؟ بالظبط طبق الاصل، وينوي نفس النيه، كان قارن يبقى قارن، كان متمتع يبقى متمتع، كان مفرد يبقى مفرد، بالظبط، واضح؟
لان هو بيعوض اللي فات نفس الصورة. واضح؟ حتى لو تغير المقاط بتاعه يروح للمقاط الاول، يرجع للمقاط. ويلزمه ان يحرم في الاعادة مما احرم منه في الاول ومن المقاط او قبله، يعني لو احرم المقاط يحرم المقاط، احرم من قبله يحرم من قبله. ولا يلزمه ان يحرم في الاعادة في مثل الزمن الذي احرم فيه في الاول، لكن الزمن مش مهم، يعني احرم قبل الوقوف بثلاث ايام وفي الاعادة ممكن يحرم قبل الوقوف باسبوع، بيوم واحد، بنص يوم، ما تفرقش، الزمن مش مشكلة، لكن المشكلة نفس الهيئة، الهيئة والكيفية والمكان. واضح؟ لكن نفس الميقات ما يحرمش الميقات تاني؟ لا، نفس الميقات، الميقات المكاني. لو احرم الميقات موصل الجرس مثلا ما ينفعش. لكن الزماني لا، الزماني مش مشكلة. لا، صورة تبقى الأصل اللي كان فيه. قول ومن إلى آخره، أصل إحنا هنا بيعيد من باب إيه؟ من باب التكبيت. أنت يعني بتعملوا إيه؟ التوبيخ، بتوبخه. والتبكيت والتوبيخ. فأنت طالما بتوبخه تبقى تقيد عليه. يعني زي ما تقول عقوبة. عبادة في سورة أو عقوبة في سورة عبادة، فهمت؟ فبتضيق عليه. إنما لما تبقى العبادة في صورتها الحقيقية بغير ما هي عقوبة فهي فيها السعة. قوله ومن، أصل خد بالك إن إحنا بنعمل كده مع مين؟ مع اللي عمل العملة دي وهو عالم بالتحريم. ومختار. وذاكر غير ناس. لكن لو كان جاهل لأ. ولو كان ناسي لا، مش كده برضو؟ ولو كان مكره لا، فهي صور ضيقة برضو. قول ومن، يعني احنا كان معانا واحد زمان اول حجة حجتها سنة كام؟ كان سنة 1975، ساعتها طالب في كلية الطب سنة تالتة، وكان في واد كهربائي اتعرفت عليه هناك وكان لسه متجوز جديد، عريس جديد، وما كانش يعرف اصلا ان الجماع حرام، مراته معاه وبيحج، فعادي جامعها، فراح للجماعة اللي هناك عقدوا من عيشته، واخد بالك؟ حجة باطل. يا سيدي ده جاهل، ما فيش حاجة اسمها جاهل. جاهل ايه؟ باطل. تستمر الفساد بقى، الواد متأزم أزمة، فغلط كده. لازم تعرف هو ده كان جاهل، بني آدم جاهل، واد كهربائي ولسه عريس جديد وعنده 20 سنة ومش فاهم الاحكام وبيحج وفرحان وهو رايح يحج هو ومراته ومعهوش فلوس حتى يجيب جمل لانه كان لسه يروح رايح يشتغل، لسه عايز يعمل فلوس، في كانت ظروفه صعبان صعبه، فلازم ايه؟ عليك جمل عليك جمل، بس بعدين يبقى يعملهم ما يحوش، مش اشكال، او يصوم بقى 200 يوم او 300 يوم، ما لو فكنا الجمل ايام يطلع له بتاع سنه، واخد بالك؟ زي ما عن كل مد بقى يوم، شوف الجمل يجيب كم مد شغلان. فيعني ايه يعني انت ممكن تتعرض لمثل هذا في الحج، تلاقي ناس ظروفها كده، جاهل ما يعرفش او كان ناسي مش عارف الاحكام، الحاجات دي بتحصل، فلازم تعرف ازاي ايه تتصرف في مثل هذه الامور علشان ما تعقدش الناس من عيشتك. لازم يبقى عندك، علشان كده اللي احنا بنقول يستمر في فساده وعليه مش عارف ايه وبين قاعدين بنبكت فيه ونهزق فيه، ده اللي هو مين؟ اللي عالم بالتحريم، اللي ما كانش ناسي، اللي كان ذاكر وما كانش مكره، ده بقى يستاهل ياخد على قفاه. فهمتني بقى ازاي؟ ليه؟ لانه ما عندوش حجه. كانه في استهتار، يعني عنده استهتار بالشرع، فطالما عنده استهتار بالشرع يبقى خلاص، يبقى نعامله بقى ونفهمه ان الشرع شديد بقى، ما تستهترش تاني. فهمت المسألة؟ قوله ومن، من اسم ومن، من اسم موصول، فهو بمعنى الذي، هو صفة لموصوف محذوف كما أشار إليه الشارح بقوله أي والحاج الذي، والقرين على تقدير الحاج قول الوقوف، فإن العمرة ليس فيها وقوف، ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل حتما بعمل عمرة، فاته الوقوف فإن العمرة ليس فيها وقوف، وقوله فاته الوقوف عشان كده عرفه بالحاج،
قال ومن فتى الوقوف اي ايوه الحاج مالش والمعتمر لان العمرة ما فيهاش وقوف مش كده اي بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره بعرفة وبفواته يفوت الحج. وقوله بعرفة قيد لابد منه بخلاف الوقوف بالمشعر الحرام لانه مش لازم. قوله تحلل اي اتى باعمال العمرة بنية التحلل فتجب نية التحلل عليه عند كل عمل من عمل العمرة ولا تجب نية العمرة على المعتمد. وقوله حتما اي وجوبا يتحلل بعمل عمرة يعني بعمل عمرة مش عمرة اللي بيعمله ده ما اسموش عمرة ده اجراءات عشان يتحلل اجراءات بس صورتها عمرة لكن هي مش عمرة واضح؟ ولا تجب نية العمرة على المعتمد فهمت؟ يعني لما يروح يطوف ويسعى ما تجبش عليه نية العمرة على المعتمد لانه كان ناوي حج اصلا فهمت؟ لكن بيعمل كده ايه اجراءات عشان يحل عشان يحل الاحرام دي اسمها اجراءات بس اللي يسموها الوقت في السياسة بروتوكولات بلاقي دي بروتوكولات يعملها معينة كده علشان مثلا ما يستقبل ضيف يعمل طريقة معينة دي بروتوكولات كذلك دي طريقة معينة للتحلل للي فاتوا الاحرام صورتها عمرة لكن هي مش عمرة واضح؟ وقوله حتما على المعتمد في بعض العلماء الشافعية لما يقول لك على المعتمد معناه فيها خلاف في اوجه تقول لك لا دي عمرة بقى مين قال لك انها مش عمرة دي عمرة في اصحاب وجوه في الشافعية قالوا كده والمعتمد قالوا لا دي مش عمرة ليه؟ لانه مش ناويها هو مش ناويها اصلا والاعمال بالنيات طب بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده عشان يتحلل لكنها مش عمرة فهمت؟ بقول لك يا ابو وهب روح انت اجري نام نعم روح انت نام ومين اللي هيقف؟ احنا نقف انت تقفل؟ اه طيب انت قاعد بتتوب من العشاء يا ابو وهب نعم جوه الصلاه بتتوب ليه؟ واحنا بنصلي بتتوب بصوت عالي بتتوب؟ اه وانت كنت بتتوب يا دكتور بصوت عالي لا مش بصوت عالي يلا روح ريح انت لا. روح استريح عشان انت تعبان ربنا يقويك تمام بجد ربنا يقويك هنتصرف احنا هنتصرف توكل على الله يعني انت لك ان تحل الان بس مش هتحل عن الاحرام هتحل عنا لا لا انا متضايق انك انت قاعد تعبان شكلك عايز ينام شكلك عايز ينام واحنا مش عايزين نرهقك قوله حتما اي وجوبا لئلا يصير محرما بالحج في غير اشهره وقوله حتما اي وجوبا لئلا يصير محرما بالحج في غير اشهره فيحرم عليه مصابرة الاحرام حتى لو صابره وحج به من قابل لم يجزه يعني ما يتصورش فعلنا اللي فاته الوقوف ده وهو محرم نخليه محرم للسنة الجاية لما تيجي عرف فهمتني زي ما تصورش ليه لانه ما ينفعش يبقى محرم في غير وقت الحج واحنا عارفين ان وقت الحج هي اشهر معلومات نعم واضح فيبقى لازم بقى يخليه يحل وخلاص فهمت حتى لو صابره وحج به من قابل لم يجزه بخلاف ما اذا وقف فانه يجوز له مصابره الاحرام للطواف والحلق والسعي لكن اللي وقف في عرفه ليه يفضل محافظ على احرامه وتحلله لحد ما يبقى يطوف ويحلق ان شاء الله بعد سنة بس مع الالتزام بالمحظورات واضح ان لم يكن سعى لبقاء وقت ما ذكر مع تبعيته للوقوف فانه الركن الاعظم وقوله بعمل عمرة اي بما بقي من اعمالها ولا يشترط في تلك الاعمال ترتيب ولا تجزئ هذه العمرة عن عمرة الاسلام كمان يعني العمرة اللي بيعملها عمرة ايه عمرة فوات سموها عمرة فوات دي ما تجزئوش عن عمرة الاسلام لو ما كانش اعتمر قبل كده واضح وقوله فيأتي بطواف الى اخره ايوة بازالة شعر يعني ايه يعني لو كان طف طواف قدوم وسعى سعي الحج وبعدين ذهب يقف ففاته الوقوف يرجع يطوف طواف ويحلق مش محتاج يسعى تاني لان مش محتاجة ترتيب فهمت مش محتاجة ايه ترتيب خلاص
وقول وسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعده بعد طواف عمرة التحلل كما في المجموع عن الأصحاب. فهمت الحتة دي؟ حتة دقيقة كويس. قول وعليه أي وعلى من فاته الوقوف كما أشار إليه الشارح بقوله أي الذي فاته الوقوف، وقول القضاء أي للحج الذي فاته بفوات الوقوف، والمراد بالقضاء القضاء اللغوي لا الشرعي، إذ لا آخر لوقت الحج، والقضاء الشرعي فعل العبادة خارج الوقت. احنا لما نقول عليك القضاء في الصلاة يعني عليك قضاء مثلا ايه الظهر النهاردة، تقوم تصلي الوقت في وقت العشاء مش كده برضو؟ لكن في الحج لا، ده عليه القضاء مش يروح يقف في الوقف عرفة لوحده، لا ده يستنى اما يجي وقت الحج تاني. فهمتني ازاي؟ فده اسمه قضاء اللغوي لا الشرعي، إذ لآخر الوقت الحج، والقضاء الشرعي فعل العبادة خارج الوقت، والقضاء القضاء الشرعي فعل العبادة خارج وقتها، والحج إنما يفعل في الوقت، وبالتالي يبقى هنا لما نقول عليه القضاء قضاء لغوي مش شرعي، لأن لما نقول عليك القضاء في رمضان بتعمل إيه؟ بتصوم في غير رمضان؟ مش كده برضه؟ لكن لما أقول لك عليك القضاء في الحج مش معناه تروح تحج في غير أشهر الحج؟ لازم تحج في أشهر الحج بقى، واضح؟ يبقى ده قضاء لغوي مش شرعي. القضاء اللغوي فعل العباده في وقتها بالقضاء. ايوه انما القضاء الشرعي بعد انقضاء وقته. واضح؟ وانما يفعل في الوقت، وقيل انه لما احرم به تضيق وقته، فاذا فاته فقد خرج وقته، واذا كان قارنا وجب عليه قضاء عمره الاسلام مع الحج كما قالوا في الروضة. وقول فورا أي من قابل، وإن فاته بعذر غير الإحصار لأنه لا يخلو عن تقصير. وقول فرضا كان نسكه أو نفلا أي كان في الإفساد، وإنما يجب القضاء إلى آخر غرضه. لما قلنا هنا وعليه أي الذي فاته الوقوف القضاء فورا فرضا كان نسكه أو نفلا، وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر. فإن أحصر شخص، لكن لو منع بقى، لو فاته هنا بسبب الإحصار بسبب أنه منع مش بسبب الفوات، منعوه مفيش تقصير هنا، يبقى في الحالة دي ليس عليه القضاء من قبل. واضح؟ بس عليه أنه هو يذبح وخلاص. وإنما يجب القضاء إلى آخر غرضه بذلك بتقييد كلام الشارع، وقوله لم ينشأ عن حصر أي منع، وقوله فإن أحصر شخص إلى آخر بيان لمفهوم القيد قبله، وكان له طريق إلى آخر، فإن لم يكن له طريق أخرى تحلل بالحلق والذبح كما سيأتي في الإحصار. يعني افرض أن أنا أحصرت من طريق معين منعوني، لكن في طريق تاني لو مشيت فيه ما فيش حد هيمنعني، يبقى يجب علي أن أنا أسلك الطريق الأول، لازمه سلوكها. فإن سلكها وفاته الحج، لو الطريق الأخر ده يا دكتور سيفوت علي وقت، ما هو فإن سلكها وفاته الحج وتحلل بعمل عمرة فلا قضاء عليه، لأنه بذل ما في وسعه، وكان الأولى للشارح أن يأتي بذلك لأنه مقتضى المقابلة. قول فإن مات أي من أحصر وفاته الحج، وقوله لم يقض عنه في الأصح هو المعتمد، لأنه هو أصلا معهوش قضاء نفسه. قول وعليه أي على من فاته الوقوف بعرفة وتحلل بعمل عمرة، وقول الهدي بسكون الدال وتخفيف الياء وبكسر الدال وتشديد الياء، الهدي يعني في الهدي والهدي، وهو دم الجبران وسيأتي بيانه. قول ومن ترك ركنا أي غير الوقوف، لأن ترك الوقوف قد علم حكمه من كلامه سابقا، وقول مما يتوقف عليه الحج أي أو العمرة كما يقتضي إطلاق كلام المصنف، وقول لم يحل بفتح المثنى التحتية وكسر الحاء المهملة أي لم يخرج، وقول من إحرامه أي حجه أو عمرته، وقول حتى يأتي به أي بالركن المتروك فيستمر محرما ولو سنين، لأن السعي والطواف والحلق لا آخر لوقتها. يعني ما عملش ركن من اركان الحج يبقى ايه في الحالة دي عليه لازم يعمل الركن، ما فيش حاجة اسمها يجبره بدمه ما يعملوش، كويس؟ ولو فضل محرم سنين
يعني هو واقف في عرفة وبعدين بعد ما واقف في عرفة راح ايه رجع ركب وروح بلده. الله يا عم فين الطواف والسعي يا عم وفين الرمي وفين قال ما خلاص ما الرمي انا هبعت حد يذبح لي عن الرمي وعن المبيت في من. طب وتعمل ايه في الطواف والسعي دي اركان تعمل ايه فيها؟ يفضل كده محرم لحد ما يرجع ان شاء الله طول العمر. واخد بالك ازاي؟ لانها خلاص متعلقه بي. وقوله حتى ياتي به اي بالركن المتروك فيستمر محرما ولو سنين، لان السعي والطواف والحلق الاخره لوقتها ولا فرق بين تركه مع امكان فعله عمدا او سهوا او جهلا. في الحالات دي بقى ما ينفعش، ترك ركن وجاهل ما يعذرش بالجهل، ترك الركن وناسي لا يعذر بالنسيان، ترك الركن مكره لا يعذر بالاكراه، لما يزول الاكراه يعمله. واضح؟ ومن تركه بعذر كالحائض قبل طواف الإفاضة ثم إن كانت من أهل مكة أو قريبة منها لازمها مصابرة الإحرام، تفضل محرمة لحد ما تطهر، اسمها مصابرة الإحرام، تفضل محرمة تستنى لما تطهر خالص من حيضها حتى تأتي بالطواف ولو طال الزمان، ويحرم عليها محرمات الإحرام وإن كانت من بلدة بعيدة وخافت على نفسها لو تخلفت فتخرج مع القافلة حتى تصل إلى محل لا يمكنها الرجوع منه إلى مكة ثم تتحلل كالمحصر. طب افرض هي من مكان بعيد ولو سابت القافلة بتاعتها حتوه وتضيع ومتقدرش تقعد لأن القافلة ليها معاد وهيمشي، تعمل إيه؟ قال لك برضه ما تطوفش. يبقى في الحالة دي هتمشي مع القافلة لحد ما تبقى في مكان بعيد ما تقدرش ترجع فيه لوحدها، يبقى هنا كأنها أحصرت، تذبح وتحل، ويبقى كده ما حجتش على فكرة، كده ما حجتش، لكنها كأنها أحصرت منعت وليس عليها القضاء، لكن ما تمش لها حجة استسلام. واضح؟ تواظب على إحرامها ومحظورات الإحرام. وإن كانت من بلدة بعيدة وخافت على نفسها لو تخلفت فتخرج مع القافلة حتى تصل إلى محل لا يمكنها الرجوع منه إلى مكة ثم تتحلل كالمحصر ويستقر في ذمتها الطواف ولا تحرم، ويفضل الطواف مستقر في ذمتها إن شاء الله بعد سنين تيجي تطوف عشان تكمل حجتها لزمان. واضح؟ ولا تحرم عليها محرمات الإحرام حينئذ ثم تعود وتحرم لأجل الطواف وتأتي به بعد كده بعد سنة اتنين تلاتة، تبقى تحرم وتروح تطوف الطواف اللي عليها، لكن هي لما ذبحت كالمحصر اصبحت ايه تحل لها كل محصورات الاحرام في الفترة دي. واضح؟ طب لو جت في لكن محدش قال ان الحائض عند الشافعية تطوف، يقولك ايه تستسر ومش عارف تعمل ايه وتطوف وتذبح جمل، كلام اللي بيقولوه الاحناف، واخد بالك؟ في مثل هذه الحلول مش عند الشافعية، مش عند الشافعية الكلام. يعني واضح؟ تفضل قاعده مستنيه، تقدم الهدي لغايه ما تفضل قاعده مستنيه في مكه، ده الحل الامثل. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه حابستنا هي؟ نعم. فهمتني ازاي؟ لما احدى زوجاته ستنا صفيه حاضت في حجه الوداع بعد ما خلصت، قال احابستنا هي؟ فقالوا لقد طافت يا رسول الله، فقال الحمد لله الله اكبر، فانبسط انه مش هيستناه. يعني ايه حاضت بس كانت طافت فبراءه، لكن النبي اول ما سمع انها حاضت قال احابستنا هي؟ هي هتحبسنا، دليل ان الحكم الاصلي انك تفضل قاعد لما تطهر وتطوف. فهمت؟ فالشافعيه خدوا الحكايه دي. قوله لا يجبر ذلك الركن بدم، وفي بقى اقوال كثيره بالنسبه للحائض، لدرجه ان عند ابن تيميه نفسه وده اللي بعض العلماء الان بيفتويه ان الطوف ولا 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 دم عليها اصلا كمان، لان دي حاجه خارج عن ارادتها، مش عارف بيجيبوها منين الحته دي، ما بيستريحلهاش، لكن هم يكتبوها الايام دي، لكن انا لا انصح بها. قوله لا يجبر ذلك الركن بدم، اي لا يجبر ذلك الركن المتروك بدم، بل لا بد من الاتيان به كما تقدم. ونقف على قوله ومن ترك واجبا، لان النهارده احنا ايه خدنا جزء خلاص، نقف اربع اسطر نخلصهم. انا خايف تكونوا تعبتوا مني. انا ممكن اقعد للفجر، الجراحين دول غاويين سهر، تعودنا على السهر، ما تقلقش يعني.
حاضر. انا خايف عليكم بس. لا. ولا يجبر ذلك الركن بدم، اي لا يجبر ذلك الركن المتروك بدم، بل لابد من الاتيان به كما تقدم. يبقى عندنا اركان الحج، اركان الحج هي هما احرام، طواف، سعي، وقوف، مش كده برضو، وبعدين حلق وتقصير، وايه تاني، والترتيب في المعظم ستة، والترتيب في المعظم يبقى احرام كويس وقوف وطواف وسعي وحلقة او تقصير على الراجح يعني، لان في والترتيب في المعظم ان يبقى الطواف بعد الوقوف مثلا، وان الحلق يكون بعد ايه، بعد الوقوف وبعد رمي الجمرة العقبة، مش كده برضو، يعني الترتيب في المعظم. دي الاركان اللي لازم تعملها. طب وغير كده عندك بقى المبيت في مزدلفة، ده واجب، رمي الجمرات، المبيت في منى، واخد بالك، رمي جمرات في منى، كل دي واجبات، واخد بالك ازاي. طب فاتني حاجة من الواجبات دي تكبر بدم، سهل. ومن ترك واجبا، اي سواء تركه عمدا او سهوا او جهلا، ومثل من ترك واجبا من فعل محرما من محرمات الاحرام كما يعلم من الفصل الاتي، وقول من واجبات الحج اي او العمرة كما يقتضي اطلاق كلام المصنف نظير ممر، قول لازمه الدم فيجبر تركه بدم، ولا يتوقف الحج او العمر على الاتيان به لفواته بفوات وقته، قول وسيأتي بيان الدم اي قريبا في الفصل الاتي، قول ومن ترك سنة من سنن الحج اي او العمرة كما يقتضي اطلاق كلام المصنف، وقول لم يلزمه تركها شيء اي لا دم ولا غيره، وعلم منه بالاولى انه لا يتوقف حجها وعمرته عليها، وقد يندب بتركها دم كسنة الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فانه اذا تركها يندب له دم. قول وظهر من كلام المتن الفرق بين الركن والواجب والسنة، اي وهو اي الركن ما يتوقف عليه الحج او العمرة ولا يجبر تركه بدم، والواجب ما يجبر تركه بدم، والسنة ما لا يجبر تركه بشيء. والله تعالى اعلى واعلم. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. اللهم وفقنا يا رب وسائر المسلمين المتحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله وسلم على رسول الله. اللي هو ايه؟ لا لا، ما عقد عليها مش وهو محرم. اولا الحديث اللي قالك الرواية دي سيدنا عبد الله بن عباس، يعني مش وهو محرم، يعني كان ناوي على الاحرام لكن لم يكن محرم، واخد بالك ازاي، لانه كان حل من احرامه، واخد بالك. يا اما دي اصل فيها اضطراب، الحديث ده فيه اضطراب، قال لك ان صاحب الواقعة قال انه لم يكن محرما، سيدنا الله لما سأل وهو محرم، فقال يقدم رواية صاحب الواقعة على من لم يكن صاحب الواقعة، اللي هو ستنا ميمونة نفسها. ايوه، يعني فيها تفصيل لا اذكره الان يعني، لكن هو اتناقش زمان، انا قريته من مرة، ممكن ابقى راجعها لك، لكن على اي حال في تفصيل انه هو حصل لبس عند سيدنا عبد الله بن عباس وكان صغير في السن، وظن ان النبي كان محرما ولكن لم يكن محرما، والله تعالى اعلى واعلم. ربما عقد علي بعد انتهائي من احرامي مباشره، واخد بالك ازاي، او انتهائي من العمره مباشره، فظن سيدنا عبد الله بن عباس انه عقد عليه وهو محرم، بس والله تعالى اعلم.